عايزين نعرف من حضرتك، الخطوبة دي هي أصلا في البداية هي طلب للجواز، ففي ناس بتتخيل إنه طالما هي خلاص بقى في طلب للجواز إحنا كده خلاص في حكم المتجوزين، وبنلاقي بقى يعني شوية يعني تعديات على الموضوع، نسميها لخبطة في المفاهيم، نسميها إيه، إحنا عايزين نحط لها النهاردة شكل كده جميل نقول للشباب إحنا مش بنقول لكم أنتم ما تعملوش كذا قد ما بنقول إن إحنا نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى ليه. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الحقيقة في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، من أول ما الناس بتقرأ الفاتحة بحس إن هو حق مكتسب وإن هو خد إيه كل حاجة. لا، قراءة الفاتحة ده يعني زي ما بيقولوا كده إيه، وعد مبدئي، والخطوبة نفسها وعد بالزواج مش جزء من الزواج. فالنهاردة لما أقول الخطوبة ليها حقوق زي كتب الكتاب، يعني في برضو كتب الكتاب ده بيعتبر زواج بس مع إيقاف التنفيذ لغاية لما يحصل الدخول الشرعي يعني. معرفش ليه هم فاهمين غلط ان هو ده جواز وان هم ليهم كل الحقوق وان هم يقدروا يتصرفوا بمنتهى الحرية، عشان الزمن اللي احنا موجودين فيه دلوقتي بقى فيه حاجات مباحة كتير ما كانتش موجودة زمان، لكن الشريعة تختلف تماما تماما عن اللي موجود دلوقتي. ويمكن يزعلوا بقى، يقول لك انتوا محبكينها وانتوا مش عارفة عاملين ايه. ربنا بيقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن سرا. بس هي دي الآية دي كانت عامة؟ إيه؟ يعني الآية دي عامة؟ ما هو ولكن أهو. علم الله أنكم ستذكرونهن سرا. سرا دي يعني هيحصل إن في ممكن تليفون، ممكن مثلا خروجه كده من غير حد يعني، او يلتقوا في مكان من غير يعني، فاهمه قصدي؟ من غير ضوابط، من غير لا من غير ضوابط حد شايفهم، فانتوا تبقوا انتوا الضابط. ايوه فاهمه قصدي ايه؟ علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. اهو ده ربنا بيقول كل حاجه اهو. انا اسفه، انا كان قصدي، انا فاكره يعني مش متاكده انه الايات كانت نازله لسبب، ما اقصدش انه عامه يعني على كل الناس، انا اقصد انها تقريبا كانت لحكم النساء اللي هم مطلقه او لا. هقول لحضرتك القران أو أرملة. صالح لكل زمان ومكان. واذا جيت انا خدت حادثه من حوادث القران في اي ايه قرانيه وجيت اقول لحضرتك والاستشهاد كذا، هتقولي لي دي نزلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس لما وقع الفلانيه، هيبقى ده مشكله. كده انا كنت فاكره ان الاحكام يعني علشان يعني دي احكام للمطلقات ان هو ما ينفعش حتى انها خليني اخرج من تتخطب دي الا بعد العده. لا خليني اخرج من دي لحته ثانيه. الآية في أول سورة النساء بتاعت اليتامى، أيوة، ما هو دي بقى نزلت في مين؟ في مين؟ ما احنا عايزين نعرف. هنقول بقى كده لو أنا بتكلم على اليتامى عموما، لا دي نزلت عشان خاطر الآية بتاعت اللي كان بياخد مثلا بنت عنده وبعدين ياخد البنت دي ليها حقوق فيورثها. احنا كلنا بنتعلم من حضرتك. لا انا بسأل حضرتك، هي دلوقتي دي نازلة لكل صالحة حتى لأي حد هيتخطب. تمام، صالح لكل حاجة. فلما باجي استشهد بآية من القرآن نستشهد بالآية، ده ربنا بيتكلم عن الخطبة. كويس، الخطوبة عامة في أي وقت. وخلي بالك في فرق بين الخطبه والخطبه. الخطبه دي بتاعت خطبه بتاعت الجمعه. الجمعه اصل الناس بيقول لك ايه الخطبه اللي بيننا، ولا الخطبه دي اسمها الخطبه بكسر الخاء. فهو ربنا قال لنا يعني احنا ايه، ما نتقابلش سر، وبعدين ما نعملش عزم لعقد النكاح، لان هو الا لما يتم النكاح يعني ما حصلش اي مقدمات ليه. فاذا كان الايات واضحه وربنا بيقول كده وعارف واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، يعني احذروها، ربنا عارف انتوا بتقولوا ايه ونيتكم ايه وهتعملوا ايه، ده ربنا اللي بيقول لنا الكلام ده كله. واعلموا ان الله غفور حليم. وبالتالي كل جزء في الايه دي، كل كلمه فيها مفسره لي كل الحلقه اللي انت عايز تسالي فيها.